أهلا بيكم النهاردة أعزائي الطلبة والطالبات. النهاردة أقدم لكم درس جغرافيا للصف الأول الثانوي اسمه موقع مصر وأهميته. كلنا خدنا من رابعة ابتدائي إيه موقع مصر؟ ليه مهم؟ هو زيه تقريبا بس على شوية زيادات بسيطة هنتعرف عليها مع بعض. مصر الموقع الفلكي، الموقع الجغرافي، المساحة. الموقع الفلكي، تقع مصر بين دائرتي عرض 22 درجة و 31 درجة و 36 ثانية شمالا، أي بتشغل كام؟ بتشغل 10 عرضية. يعني إيه؟ هنا بيقول لي ان دوائر العرض، في دوائر عرض وخطوط طول. دوائر العرض دي بيبقوا 180 دايرة حول العالم، وخطوط الطول 350 خط عبارة عن انصاف دوائر. دول اللي بيحددوا لي مواقع الدول. مصر بتقع بين كمان خطي طول 25 و 37 شرقا، أي بتشغل نحو 12 طولية. الموقع الجغرافي، تقع مصر في الجزء الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا ويحدها شمالا البحر المتوسط، جنوبا السودان، غربا ليبيا، شرقا البحر المتوسط، الشمال الشرقي فلسطين. المساحة، تبلغ مساحة مصر 1,019,600 كيلو متر مربع، وتمثل 3% من مساحة أفريقيا و 7% من مساحة الوطن العربي. الحدود السياسية، مصر لها حدود شمالية، جنوبية، غربية، شرقية. في من الحدود دي حدود بحرية وحدود برية، حدود تحدها مياه وتحدها بر. الحدود الشمالية حدود بحرية على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط لمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر بعرض 12 ميل بحري، تابعة للسيادة المصرية فيما يعرف بالمياه الإقليمية، وتمتد من رفح شرقا حتى السلوم غربا. يعني هنا بيقول لي ان المسافة اللي واخداها مصر من ساحل البحر المتوسط هي 1000 كيلومتر، ودخلة في المية في عمق البحر المتوسط 12 ميل بحري تبعا للسيادة المصرية، ودول بيمتدوا من رفح شرقا للسلوم غربا. الحدود الجنوبية، ودي حدود برية تفصل بين مصر والسودان بطول نحو 1230 كيلومتر، وتمتد من ساحل البحر الأحمر شرقا إلى جبل العوينات غربا. هنا بيقول لي أن الحدود الجنوبية دي بتفصل بين مصر والسودان بطول نحو 1230 كيلومتر، وبيمتد من ساحل البحر الأحمر شرقا إلى جبل العوينات غربا. الحدود الغربية، ودي برضو حدود برية تفصل بين مصر وليبيا بطول نحو 1094 كيلو متر، تتمشى مع خط طول 25 شرقا ما عدا القطاع الشمالي المتعرج الممتد من السلوم حتى منخفض سيوة. هنا بيقول لي ان الحدود الغربية بتفصل بين مصر وليبيا بطول 1094 كيلو متر، وبتتمشى على الخط طول 25 درجة مستقيم ما عدا الجزء المتعرج في الشمال الممتد من السلوم لحد آخر واحد سيوة. الحدود الشرقية، ودي فيها حدود برية وحدود بحرية. حدود بحرية تمتد على ساحل البحر المتوسط وخليج العقبة. حدود برية تمتد في شمال شرق مصر وتفصل بين مصر وفلسطين بطول نحو 210 كيلو متر، وتعد أقصر طريق بري لمصر.
الحدود الشرقية دي حدود برية وبحرية. الحدود البحرية بتمتد على الساحل البحر الأحمر وخليج العقبة معاه. الحدود البرية تمتد في شمال شرق مصر عند سيناء، وبتفصل بين مصر وفلسطين بطول 210 كيلو، وده أقصر طريق بري لمصر. أهمية الموقع الجغرافي: وقوع مصر على بحرين مهمين هما البحر المتوسط في الشمال والبحر الأحمر وخليجيه العقبة والسويس في الشرق، مما زاد من أهمية مصر كمعبر تجاري منذ القدم. وجود شبه جزيرة سيناء في مصر استقبلت الهجرات السكانية من شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والرافدين منذ القدم، انطلقت منها المؤثرات الحضارية والدينية إلى بقية دول أفريقيا، خاصة دول شمال القارة والكثير من دول جنوب الصحراء الكبرى. وقوع مصر في شمال حوض النيل أدى إلى اكتشاف منابع النيل، انتقال المؤثرات الحضارية من دول حوض البحر المتوسط وشبه الجزيرة العربية إلى وسط أفريقيا عبر أراضي السودان، بروز دور مصر بشكل أكبر منذ الفتح العربي عام 641 ميلادية، ساهمت في انتشار الإسلام في شمال أفريقيا، كانت معبرا تجاريا بين دول آسيا في الشرق ودول أوروبا في الغرب، شق قناة السويس، زاد من أهمية مصر والتي تم افتتاحها للملاحة عام 1889 ميلادية، لتصل بين البحرين الأحمر والمتوسط، فأصبحت أهم طريق ملاحي في العالم. أتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. مع نفهم نتعلم ببساطة.